السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تلفزيون البحرين، معكم أحمد البلوشي، والبداية دائما مع العناوين. المملكة تتمكن من توفير نصف مليار دينار في 2018 بفضل إعادة توجيه دعم الطاقة. البحرين تحتل المرتبة 16 عربيا بسرعة الإنترنت عبر الهواتف النقالة خلال أغسطس. المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية تستهدف خصخصة جميع أصول الشركة بنهاية عام 2020. وتتابعون في النشرة أيضاً 40 مليار دولار تخرج من قطر منذ بدء المقاطعة العربية للدوحة. أهلا بكم من جديد، نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث كشفت إحصائيات رسمية أن البحرين ستحقق أفورات مالية نتيجة إصلاحات دعم قطاع الطاقة خلال العام المقبل 2018، وستبلغ 507 ملايين دينار مقارنة بأفورات تبلغ 391 مليون دينار خلال العام الجاري 2017، أي بزيادة في الأفورات المالية بنسبة 23%. وتأتي هذه الأفورات المالية نتيجة لإعادة توجيه الدعم لتنمية الإيرادات بسبب الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط. وقد بيّنت الإحصائيات أن رفع الدعم عن الغاز الطبيعي ساهم في تحقيق هذه الوفورات المالية بنسبة 49%، في حين ساهم رفع الدعم عن الكهرباء والماء بنسبة 25% من مجمل الوفورات، يليها رفع الدعم عن الوقود السيارات بنسبة 11%. وللتوضيح مشاهدينا، فإن الوفورات المالية تأتي بعد أن يتم تقليص الإنفاق على بند معين في الميزانية الرسمية، مما يعني توفير مبلغ الدعم من قطاع معين وتوجيهه لمشاريع أخرى، حيث ستبلغ وفورات الدعم عن الغاز الطبيعي 250 مليون دينار خلال العام 2018، كما ستبلغ الوفورات نتيجة الزيادة الثالثة لأسعار الديزل والكيروسين 27 مليون دينار. وضع مؤشر عالمي مختص بخدمات الإنترنت البحرين في المرتبة 16 عربيا والثالثة 63 عالميا من حيث سرعة تحميل الإنترنت عبر الهواتف النقالة، كما حلت المملكة في المرتبة 14 عربيا والتاسعة 79 عالميا من حيث سرعة تحميل الإنترنت عبر البرودباند، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي. وقد أظهر المؤشر الذي تصدره شركة سبيد تيست أن سرعة التحميل عبر الهاتف النقالي في البحرين وصلت في أغسطس الماضي إلى 16.84 ميجا بايت في الثانية، متقدمة 7 مراكز عن شهر يوليو الماضي. وقد تقدمت البحرين كذلك مركزين في مؤشر سرعة التحميل عبر البرودباند بسرعة بلغت 15 ميجا بايت في الثانية. جدير بالذكر مشاهدينا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أحرزت المركز الأول عربيا في سرعة تحميل الإنترنت الخاصة بالهواتف النقالة بسرعة 44 ميجا بايت في الثانية، تلتها سلطنة عمان ب 23 ميجا بايت في الثانية. وعلى الصعيد العالمي، يعد تحميل الإنترنت عبر الهاتف النقال في النرويج الأسرع على الإطلاق، حيث وصلت السرعة إلى 55 ميجا بايت في الثانية. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخارجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، وكما نلاحظ على الشاشة بعد قليل أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بانخفاض طفيف جدا أقل من 10 نقطة مئوية عند مستوى 7373 نقطة، متأثرا بأداء ضعيف لأسهم قطاعي البنوك والمواد الأساسية.
نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت على انخفاض أيضا بنسبة 0.16% عند مستوى 6913 نقطة، وجاء على رأس الانخفاض أسهم قطاعي الاتصالات والبنوك. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي جاء مرتفعا بنسبة 0.62% عند مستوى 4481 نقطة بسبب تقدم أسهم قطاعي الطاقة وأيضا البنوك. فيما سجل سوق دبي المالية ارتفاعا أيضا بنسبة طفيفة 0.07% عند مستوى 3667 نقطة، ويعود سبب الصعود لارتفاع أسهم قطاع العقارات وأيضا الإنشاءات الهندسية. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية عند مستوى 5000 ونقطتين، متأثرا بضعف التداول على أسهم قطاعي البنوك وأيضا الخدمات. أما بالنسبة لبورصة المحلية مشاهدينا، فقد أغلقت على انخفاض بنسبة 0.17% وأغلقت عند مستوى 1330 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الاستثمار وأيضا قطاع الصناعة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,014,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 195,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 56 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ونسبته 48% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية. كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية أنها تستهدف خصخصة جميع الأصول التابعة للخطوط بما فيها شركة الطيران لتكون جميع الأصول بعد 2020 مخصخصة بالكامل. وأضاف بخصوص الإدراج في سوق الأسهم أن الأمر يختلف عن التخصيص، حيث لا بد من تحقيق متطلبات معينة، وبالتالي العمل على تحقيق هذه المتطلبات ومن ثم الإدراج في سوق الأسهم. وذكر أن الأمثلة السابقة مثل الشركة السعودية للخدمات الأرضية والشركة السعودية للتموين بدأت بنفس التدرج، حيث تقوم في البداية بجلب شريك استراتيجي وتعمل كشركة خاصة، ومن ثم تتوجه إلى عملية الطرح كشركة مساهمة. أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب خليفة الزفين أكد إنجاز أعمال توسعة مطار آل مكتوم لرفع الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 26 مليون مسافر قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم هذه التوسعة في أعقاب معرض دبي للطيران تمهيدا للبدء في عمليات التشغيل التجريبي. وأوضح الزفين على هامش معرض سيتي سكيب جلوبل أنه سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الأولى للتوسعة الكبرى للمطار، مشيرا إلى النمو الكبير في أعمال مدينة دبي للطيران التي تجاور مطار آل مكتوم وتشكل ركيزة مخطط دبي الجنوب. ومع تدشين التوسعة الأولى لمطار آل مكتوم ترتفع الطاقة الاستيعابية لمطارات دبي إلى 126 مليون مسافر بحلول عام 2020، منها 100 مليون مسافر سنويا لمطار دبي الدولي و26 مليون مسافر لمطار آل مكتوم. قالت وكالة بلومبرغ إن صندوق قطر السيادي قام ببيع حصة من الأسهم في تيفاني أنكو بقيمة 417 مليون دولار، أي ما يشكل 40% من حصته في الشركة. هذا وباع جهاز قطر للاستثمار 4.4 مليون سهم في تيفاني أنكو من خلال بنك مورغان ستانلي بسعر يقارب 9.94 دولارا للسهم. وسيستمر الصندوق القطري بامتلاك حصة 9.5% في الشركة. وحتى الآن ضخ الصندوق السيادي القطري ما يقارب 40 مليار دولار من احتياطياته البالغة 340 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد، خاصة في النظام المالي، خلال 60 يوما الأولى للمقاطعة العربية، وذلك بعد هروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. البنك الدولي يمول البنية التحتية لطريق الحرير بثمانية مليارات دولار.
ذكر عاملون في فروع للبنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة في الصين إن هذه البنوك توقفت عن تقديم خدمات مالية لعملاء جدد من كوريا الشمالية وسط مخاوف أمريكية من عدم تبني الصين موقفا صارما بشأن التجارب النووية المتكررة لكوريا الشمالية. وتصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد سادس وأقوى تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ في 3 سبتمبر، مما دفع مجلس الأمن لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية. وتخضع البنوك الصينية للتدقيق بشأن دورها كوسيط لتحويل الأموال من وإلى كوريا الشمالية. سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى فيما يزيد على 5 أعوام في أغسطس الماضي، مما يزيد من صعوبة مهمة للبنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس لتزيد على 4.6% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في عام 1997. وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9% مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع سابق عند 2.8%. أظهرت بيانات مصرفية لأن البنوك في الاتحاد الأوروبي أغلقت 9100 فرع واستغنت عن حوالي 500,000 موظف العام الماضي، مع إقبال متزايد من العملاء على استخدام العمليات المصرفية الإلكترونية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض. وقال الاتحاد المصرفي الأوروبي إن عدد فروع البنوك في الاتحاد الأوروبي انخفض إلى 189,000 في نهاية 2016، وهو ما يمثل هبوطاً قدره 4.6% عن العام السابق. ووفقاً للبيانات، فقد سجل عدد العاملين في المنطقة أدنى مستوى منذ عام 1997، إذ بلغ حوالي 2.8 مليون شخص. ومنذ عام 2008 بلغ إجمالي عدد الفروع المصرفية المقفلة في أرجاء الاتحاد الأوروبي 448,000، وهو ما يمثل انخفاضا يزيد عن 20%. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا، أفاد مدير البنك الدولي كيم يونغ كين بأن ما يقرب من 8 مليارات دولار قد تم تخصيصها لتمويل مشروعات البنية التحتية في إطار مبادرة الصين لإحياء طريق الحرير. وأضاف كيم أن البنك الدولي سوف يدعم الدول التي انضمت للمبادرة لتحقيق أكبر استفادة بالتوافق مع استراتيجيتها الخاصة. وكانت الصين قد اقترحت مبادرة الحزام والطريق لأول مرة في عام 2013، وتعتمد على مكونين: الأول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، والثاني طريق الحرير البحري للقرن 21 الذي سيمر عبر 60% من سكان العالم من عدة دول. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام جولتنا الاقتصادية، ونذكر بأبرز العناوين. المملكة تتمكن من توفير 500 مليار دينار في 2018 بفضل إعادة توجيه دعم الطاقة. البحرين تحتل المرتبة 6 عربيا بسرعة الإنترنت عبر الهواتف النقالة خلال أغسطس. المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية تستهدف خصخصة جميع أصول الشركة بنهاية عام 2020. و40 مليار دولار تخرج من قطر منذ بدء المقاطعة العربية للدوحة. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نسعد دوما بتواصلكم معنا عبر بريدنا الإلكتروني يزيدنيوز@info.gov.bh. شكرا للمتابعة، وفي أمان الله.